سلام حبايبي الكرام، ان شاء الله راكم بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله حنعمل معكم بقلاوه بعجينه الفيلو بواحد لافارس بزاف بنينه ومعتمده عليها يعني منذ سنوات. عندي واحد الاضافه نزيدها، دوق تشوفوا. هنا عندكم 3 كيلات مكسرات اللي حبيتو بيان سو حمسوهم من قبل، كسوا كاكاوات وبيان اللوز. نعوض السكر بحلوه الترك، درت كميه معتبره حتزكي لي لافارس تاعي. وهنا عندي شويه زبيب، شويه مشمش وشويه عينه، شللتهم بلا ما تنقعوهم في الماء ونقطعهم هكا صغيرين، نضيفهم للحشو تاعي اللي راني حنطمو بالمزهر. هنا كما كنتو تشوفوا حطيت جميع المكونات، ما تنساوش الرشه تاع القرفه، ودوق نبدا نطم بالمزهر. انا معلول قلت لكم ما ديروش السكر، لكن كي جمعت لافارس تاعي ما عجبنيش فريمون القوام تاعها، زدت ضفت زوج مغارف كبار تاع اكل تاع السكر ونكمل نطم. الوغ هنا كيما كنتو تشوفوا حليت الورق تاع باتا فيلو، هنا ديروا توجور زوج ورقات. دهنت هنا السطح الاولاني بالسمن، تحكموا دو بريفيرونس قصبه كتكون عندكم ولا هادو هاد المتارق اللي نيتيليزيون في العيد، تجيبوها لهنا ترموا الورقه تاعكم، نزيدو ثاني اون باديجان. سيلونس. الو هنا درت تو لو لون، هنا درت لا فارس. ما تنحوش هذيك القصبه، شوفوا دوروا عليها فوالا، ميم طون يدكم راهي تزبط بصح بالعقل، لا باسكو لا بات فيلو بزاف سونسيبل. هذه اللي نشروها فوالا، تتحصلوا على هاد البوده. واش ديروا بيديكم؟ ديروا هاد الجست فوالا، شغل كرفصوه باش تتحصلوا على هاد النتيجه. نجيب السنيوه تاعي اللي دهنتها من قبل بالسمن، فوالا بسم الله. علاش قلت لكم ما تنحوش هذيك القصبه؟ باسكو هي اللي راهي حتعاوني باش نحطها فوق السنيوه. فوالا نحي هاد الزائد، ومن بعد كي نكمل كامله نستفها نحي الزائد اللي عندي. دوك نكمل كامله البقلاوه. فايقك سنيوة هنايا، كل مرة كي كنت نحط البقلاوة تاعي كنت ندهنها بسمن، دوق نقسمهم على ثلاثة فوالا، روحو غير بالعقل، حبيتو على زوج يعني كل واحد وحر. الفوق راني درتو يسخن على 180 درجة. الوغ بوغ لاباط فيلو كاين بزاف لي طيبوها والداخل تقعد خضرا، صارت لها كيما البقلاوة تخدع. دونك كل مره شوفوا حتى تشوفوها باللي خدات اون كولور دوري، ومام الداخل تحسوا الورق طابو. هنا خدات لي اكزاكتومون 37 دقيقه في الفرن، دونك نعسلها كامل الباطا ديريكتومون، نعسل بها كيما البقلاوه تاعنا كيف كيف، ما ندير لها ني مزهر ني والو. علاش؟ باش تشد هذيك القرمشه في البقلاوه تاعنا، تسمى قد ما قعدت تقعد تقرمش ما تخافوش. البقلاوه بلا بات فيلو راهي وجدت، اللي عملناها اونصومبل بهذيك لافارس البنينه الوعره، جربوها صدقوني عطيت لكم كلش بمصداقيه، حتى الزمن تاع الطياب تاعها باسكو كاين بزاف اللي خلوها خضره. شوفوا لونها كيفاش خرج، شوفوا هنا لتحت ثاني الله يبارك، وهاي لك كي نقسمها ها طايبه حتى للداخل. ريغاردي بيان لا فارس مازالها معسله بنينه، افيك انتي واش نقول لكم لسهراتكم تاع كل يوم ولا خاصه الرمضانيه. سور سو نقول لكم ما تنساونيش بدعوه الخير، ا تري بيانتو.